الدنيا وتفلحوا في الآخرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والشكر على النعماء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، وعملا متقبلا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم، اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم والاعتمار به يا رحمن يا رحيم. اللهم ارض المغتربين إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم.